اهلا بيكم في درس جديد على قناه كمبيوتر تكنولوجي. مكملين في دوره حل مشاكل الويندوز. طبعا احنا الدرس اللي فات شرحنا ايه هو البيت سيكتورز وبيحصل ازاي عندك في الهارد ديسك وانواعه. طبعا النهارده هنبتدي نشرح ازاي تصلح البيت سيكتورز ده، وهنبتدي بالحاجه السهله اللي هي اللوجيكال زي ما قلنا، اللي ينفع اصلا يتعمل لها اصلاح بشكل سريع وبرامج بشكل سهل جدا. عندك في حلين، الحل الاول انك تعمل اصلاح للبيت سيكتورز ده عن طريق بعض البرامج من داخل النسخه ومن داخل الجهاز، وعندك الحل التاني انك تبتدي تعمل الاصلاح للبيت سيكتورز عن طريق البايوس او واجهه الاقلاع للجهاز بتاعك، ودي طبعا الاحسن ودي اللي تفضل. ايه اقوى برنامج بيحل لك مشكله البيت سيكتور لوجيكال؟ اتش دي دي ريجنريشن. اتش دي دي ريجنريشن برنامج قوي جدا وكويس جدا في انك تفحص الهارد ديسك بتاعك وتحل مشكله البيت سيكتور لوجيكال مش الفيزيكال، لان هو برده مكتوب على البرنامج ده انه بيصلح الفيزيكال، لكن الفيزيكال ملوش اصلاح خالص، وان اول ما بيبتدي يوصل لبيت سيكتورز فيزيكال بياخد فتره طويله جدا، ممكن تمتد لست ساعات وسبع ساعات وممكن يوم كامل او يومين، والنهايه البرنامج ما بيعرفش يتعامل وبيبتدي يحصل تهنيج كبير جدا وهو بيخلص فحص. طبعا السيكتورز بتظهر بالملايين، فعشان كده نبتدي نشرح في الاول الحاجه السهله وهي اصلاح البيت سيكتورز اللوجيكال. اول حاجه لازم تفحص الهارد ديسك بتاعك، اشتكى هي فعلا الحاجات اللي بتحصل معاك دي مشكله في النظام ولا مشكله في الهارد ديسك فعلا في بيت سيكتورز. انا طبعا بفضل ان تستخدم برنامج ال HD2 برو، هتلاقي طبعا الرابط وطريقه التفعيل بتاع البرامج دي كلها في التدوين اسفل الفيديو، برامج هتلاقيها طبعا مضغوطه زي كده. اول حاجه ال HD2 برنامج قوي جدا ومشهور جدا وغني عن التعريف، ناس كتير بتعتمد عليه بشكل كبير جدا في انك تحفظ البيت سيكتورز وتحدد كمان هو موجود في انهي مساحه بالظبط على الهارد ديسك بتاعك. طبعا اول ما تسطب البرنامج وتفتحه زي ما شايفين بيظهر بالواجهه دي. طبعا احنا شرحنا واجهه البرنامج قبل كده في الهيرنز بوت، اللي متابع معانا طبعا الشرحات بتاعتنا هتلاقوها في الدرجه اللي تظهر فوق. وطبعا لو انت عايز مثلا تعمل فحص الهارد عن طريق الواجهه الاقلاعيه ومش قادر تدخل على الجهاز بتاعك، فالهيرنز بوت بتحل لك المشكله دي اللي بيكون فيها ال HD2 برو. اول حاجه عندك من ضمن الخصائص المهمه حاجه اسمها الفينش مارك، بيساعدك انك تعمل فحص الخاص بالهارد ديسك بتاعك سواء الريد او الرايت. ايه هو الريد والرايت؟ الريد لما بتيجي تفتح المحرك البحث او برنامج عندك او اي برنامج او لعبه عندك على الجهاز فده بيسموه الريد، لكن لما بتيجي تبتدي تشتغل على ملفات تنقلها من مكان لمكان بتبتدي تضيف ملفات ثانيه للهارد ديسك بتاعك ده بيسموه الرايت. طبعا اول ما بتدوس كلمه ستارت بيبتدي يفحص لك ويديك الاداء الخاص بالريد والرايت، هنا زي ما شايفين المينيمم والماكسيمم والاوف رينج، ويبتدي يديك الاداء بتاع الهارد ديسك بتاعك، وكل ما كان قليل كل ما تعرف ان في مشكله عندك في الهارد ديسك. طيب انا مثلا اكتشفت ان الاداء بتاع عندي الهارد ديسك قليل، فعلى طول بتجه لحاجه اسمها الهيلز، زي ما انتم شايفين في حاجه اسمها الرونج هنا كده، يبقى انا عندي في بات سيكتورز كبيره جدا على الهارد بتاعي. طبعا في برده حاجه اسمها الانفو، هنا بيديك معلومات خاصه بالهارد ديسك بتاعك، فايل بنش مارك برده الريد والرايت، تبتدي تحدد البارتيشن معين بيديك المساحه، ولو انت عايز تحدد مساحه معينه بعد كده بتدوس ستارت. طبعا هنعمل ستوب هنا، دي الحاجات المهمه جدا او اهم الحاجات اللي انت محتاج تعملها في البرنامج، وحاجه اسمها اريز بيعمل لك فورماتد للهارد ديسك بتاعك، فخلوا بالكم برده من الحاجات دي كلها. هنا طبعا عندك درجه الحراره، ومن اهم الخيارات دي كلها عندك حاجه اسمها الايرور سكان. الايرور سكان عندك حاجه اسمها كويك سكان، وعندك السكان العادي او اللي بياخد وقت، وهنا عندك بتحدد المساحه سواء انت عايز هو عندك الهارد ده 500، فبتبتدي تحدد انت عايز تبتدي تفحص من انهي منطقه، عندك اول الهارد او نص الهارد 250 لحد 500 او من 300 ل 500 وهكذا لو انت مش عايز تاخد وقت كبير. عندك اليونت او الوحده من الجيجا او الميجا او السيكتورز او وحده في الميه او بمعنى صح النسبه المئويه للسيكتورز ده. بعد ما بتبتدي تحدد الحاجات اللي انت عايزها بتبتدي تعمل ستارت. طبعا ما تجربش الكويك سكان لانه مش هيديك اي نتيجه فعاله، وحتى لو في بات سيكتور ساعات بتغاضى عنه بيعملوا سكيب وبيديك ان المنطقه بتاعته ما فيهاش اي دامج. اعرف الدامج ازاي؟ بيكون عندك الدامج باللون الاحمر، ولو السيكتورز ما فيهوش اي مشاكل او في اي حاجه تالفه بيكون باللون الاخضر. طبعا احنا هنبتدي نعمل تخطي شويه، الموضوع هياخد وقت، وهنعمل ستوب للبرنامج ونشوف في السيكتورز ظهرت معانا ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين السيكتورز اللي ظهرت معانا في الصوره اللي قدامكم دي، في سيكتورز لوجيكال ودي اللي بتكون متفرعه بشكل كبير على الهارد ديسك وبتكون باقي نقط حمراء بعيد عن بعض، لكن السيكتورز الفيزيكال وبشكل كبير بتكون على كتل او خطوط متجمعه من سطرين او ثلاثه من البيت سيكتورز، لا في نص الهارد او في اول الهارد او في اخر الهارد، اخر يعني مساحه الهارد او في اول مساحه الهارد. طبعا عشان اعرف البيت سيكتورز او احكامها ازاي، بتلاقي طبعا في المربع اللي تحت البيانات بيقول لك ان البيت سيكتورز ده شاغل مساحه قد ايه وكام جيجا من الهارد ديسك بتاعك. طبعا دي الفكره العامه لل HD2. بعد ما ببتدي اعرف البيانات دي كلها عشان ما تروحش او ما تضيعش عليا واكون فاكرها، وابقى عارف كمان مساحه البيت سيكتورز ده قد ايه، لان انا مساحه الحجم ده هبتدي استخدمها عشان ابتدي احجم البيت سيكتور الفيزيكال، وده اللي ان شاء الله هنشوفه في الدروس الجايه. ابتدي ادوس على علامه الكاميرا دي، هيبتدي ياخد لك سكرين للبيانات الخاصه بالهارد ديسك بتاعك، وتبتدي تحدد المسار وتدوس سيف. طبعا نطلع من ال HD2 ونروح لل HD ريجنريشن. طبعا زي ما انتم شايفين واجهه البرنامج سهله جدا وبرنامج مشهور جدا، بيقول لك انك تقدر تعمل حرق للبرنامج ده على السي دي وتستخدمه عن طريق الواجهه الاقلاعيه او عن طريق الفلاشه، او ممكن تبتدي تشغل البرنامج عن طريق الويندوز نفسه، ودي طبعا ما بفضلهاش وما بتعملش اي فروق بالنسبه للبيت سيكتورز. طبعا لازم وانت بتستخدم البرنامج ده يكون النظام بتاعك ام بي ار، لان هي دي المشكله اللي بتقابل ناس كتيره وبيقول البرنامج ده ما بيشتغلش معاهم او بيسبب لهم بعض المشاكل، لان البرنامج ده بيتعامل مع الهارد ديسك اللي معمول على نظام الام بي ار مش الجي بي تي. البرنامج لحد دلوقتي ما فيش خاصيه انه يعمل حرق للملفات عن طريق اليو اف اي،
الحل ايه؟ انك بتستخدم اسطوانة الدي ال سي 2015 كان فيها البرنامج ده، وتبتدي تحرق برنامج الريفيوز على صيغة الجي بي تي عشان تبتدي تعمل اقلاع معاك على الهاردات الجي بي تي او المعمولة بنظام الاقلاع اليو اف اي. طيب لو انا النظام بتاعي ام باور مش هتقابلك اي مشاكل ان شاء الله، والبرنامج هيشتغل معاك بشكل سهل جدا. كل اللي بتعمله بتدخل فلاشة، بعد كده بتدوس بوتبل يو اس بي فلاش، بتحدد الفلاشة بتاعتك. طبعا انا كنت عامل حرق قبل كده، عشان كده تلاحظوا ان الفلاشة بتاعتي عبارة عن 4 جيجا، هسيب لانها جيجا. بعد كده بندوس اوكي، بيقول لك انه يعمل ريستارت للنظام وندوس لنو. طبعا الفلاشة بتاعتك هتتأثر بالمساحة، وزي ما شايفين 1 جيجا و91 ميجا، طبعا الفلاشة ده 4 جيجا. الحل ايه؟ بعد ما بتخلص طبعا البرنامج بتاعك وبتحل المشكلة اللي عندك، بتروح للمين تو يوزر بارتيشن وبتعمل فورماتد للفلاشة بتاعتك خالص، وبعد كده بتعمل كرييت بارتيشن جديد للفلاشة على ايد برايمري او لوجيكال على حسب ما انت عايز، وطبعا الصيغة بتاعتك ان تي اف اس او فات زي برضه زي ما انت عايز، وبتبتدي الفلاشة ترجع للشكل الطبيعي جدا. وده ان شاء الله هنشرحه في اخر الفيديو ده. طبعا بعد ما بتعمل حالة، طبعا انا عندي النظام بتاعي اليو اف 5، ففكره الام بار مش تنفع معايا، فهبتدي استخدم الاسطوانه بتاعه الدي ال سي. لكن حاليا بما ان الشرح مؤقت، هنبتدي نستخدم الاقلاع عن طريق الويندوز نفسه. بندوس على الخيار ده، بعد كده بتحدد الهارد اللي انت عايز تبتدي تعمل عليه عمليه الفحص، وبعد كده بتدوس ستارت بروسيس. زي ما انتم شايفين بيديني بعض الخيارات، اول خيار انه بيعمل لي فحص واصلاح، بعد تاني كده تاني خيار بيعمل لي فحص من غير ما يعمل اصلاح للسيكتورز، تالت خيار بيعمل لك اعاده تهيئه او اعاده ترتيب للسيكتورز زي الديفراجمنت اللي احنا لسه حكينا عليه من شويه، بس بيقول لك في هنا معلومه، بيقول لك ايفن اف نوت باد، يعني لو ما فيهاش باد سيكتورز، السيكتورز اللي هي الشغاله او اللي ما فيهاش مشاكل بيبتدي يعمل لها اعاده ترتيب. وانا بيبتدي يعمل لك اظهار للحاله. طبعا كل الحاجات دي احنا مش محتاجينها. اول حاجه بتبتدي الخيار اللي هو المهم واللي يفضل دايما تستخدمه، اللي هو السيكتور سكان اند ريبير، بعد كده بتدوس واحد وبتدوس انتر. بعد كده بيقول لك حدد المساحه اللي انت عايز تبدا من عندها الفحص، اول الهارد او اخر الهارد او نص الهارد زي الاتش تي تون، بتحدد مثلا من 250 لحد 300 او 400 او 500 حسب مساحه الهارد عندك. لو تلاحظوا هنا بيقول لك انه بيشتغل بمساحه الميجا، ومعلومه الجيجا فيها 1000 ميجا، وتبتدي بقى تحسب انت عايز تحسب من عايز تبتدي تعمل فحص من مساحه كام. طبعا يفضل دايما المساحه من تخليها من الصفر، لان انت ممكن ما تكونش عارف السيكتورز اللي انت عايز تعملها اصلاح من انهي مكان بالظبط، فبتسيبه يشتغل هو على شكل البرنامج او على الشكل التلقائي ليه. بعد كده بتدوس انتر زي ما شايفين ابتدى يعمل فحص. البرنامج قوي جدا وكويس جدا، لكن المشكله اللي فيه اول ما بيبتدي يقابل السيكتورز دي الفيزيكال بيبتدي يهنج وياخد وقت طويل جدا، وده طبعا بتعرف ان البرنامج ده مش هيقدم معاك بشكل كويس جدا في الباد سيكتورز الفيزيكال. طبعا عشان اعرف انه بيشتغل ازاي او بيأدي ازاي معايا في الباد سيكتورز اللوجيكال اللي انا اكتشفته خلاص عندي على الجهاز وابتديت استخدم البرنامج ده عشان يخشهولي، هتلاقي ان عندك باد سيكتورز فاوند وباد سيكتورز ريكفرد، لازم الاثنين دول يكونوا قد بعض. لو لقيت الباد سيكتورز فاوند اكتر من الباد سيكتورز ريكفر، اعرف ان في مشكله في البرنامج او البرنامج مش عارف يتعامل مع السيكتورز اللي عندك، يعني انت كده عندك سيكتورز فيزيكال كتير على الهارد، وده طبعا بياخد وقت كتير، فبتريح دماغك وبتطلع من البرنامج ده وتبتدي تستخدم البرامج اللي ان شاء الله نشرحها في الدرس الجاي، ودي اللي بتتعامل مع الاثنين اللوجيكال او الفيزيكال على حد سواء، وبتشتغل بأداء كويس جدا. طبعا بعد ما بتخلص بالشغل بالبرنامج ال HDD Regeneration وبتحل مشكلة الباد سيكتور، لو انت مش عارف ترجع الفلاشة زي ما كانت، فهنروح دلوقتي مع بعض على Mini Tool User Partition. زي ما انتم شايفين بيقول لي Unlocated 1.7 جيجا و1.9 جيجا هنا اليوزد، هنعمل كليك يمين وبعد كده بتعمل ويت بارتيشن، بعد كده بتختار الويت ويز زيرو، مش لازم يكون سلو او فيري سلو، بعد كده بندوس اوكي، بعد كده بتعمل ابلاي يس. زي ما انتم شايفين بعد ما بنخلص فورمات للبارتيشن الخاص باليو اس بي او الفلاشه، بعد كده بندوس اوكي، ندوس كليك يمين، وبعد كده نعمل كرييت. طبعا هتختار النظام فات او ان تي اف اس زي ما انت عايز. طبعا هو ان فلاش نظام تخزين هتبقى لوجيكال، بعد كده هندوس اوكي، بعد كده هندوس ابلاي. زي ما انتم شايفين دلوقتي الفلاشه رجعت للوضع الطبيعي، مساحة التخزين بتاعتها رجعت للوضع الطبيعي، وده الحل للفلاشة بتاعتك لو انت معرفتش ترجعها من 1 جيجا للمساحة الطبيعية بتاعتها بعد ما تستخدم البرنامج ال HDD Regeneration. فأتمنى ده يكون شرح مبسط وسريع ازاي تقدر تتعامل وتحل المشاكل الخاصة بالباد سيكتورز اللوجيكال. فده كان شرح النهاردة، أتمنى يكون شرح عجبكم، ولو استفدتم معلومة جديدة معانا النهاردة متنسوش لايك وشير وسبسكرايب.